ضيفي وضيف حضراتكم السيد اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، أحد مؤسسي المخابرات القطرية قبل ده كده. بس السيد اللواء محمود منصور واحد من رجال الصاعقة، ولما أتكلم عن القوات الخاصة أو رجال الصاعقة، أنا شخصيا كبني آدم ضعيف جدا، على الأقل للخدمة اللي خدمتها هناك 8 سنين في قاعدة الأسود اللي هي في نشاص دي. سيادة اللواء محمود منصور يحمل يعني ربنا احتباه أو اداله الشرف أنه كان يشارك في المعارك، وأنه برضه يبقى ياخد نصيبه، فعنده إصابتين في ده، وده شرف لي ولينا ولكل حد كان مقاتل في القوات المسلحة في الفترة دي ولغاية دلوقتي، يبقى شرف لي، الإصابة شرف والاستشهاد أعظم شرف. سيادة اللواء محمود منصور في المخابرات الحربية وصل، كان رئيس قسم التحريات والمراقبة بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. سيادة اللواء محمود منصور نقدر نقول ان هو ساهم في بناء عدد من اجهزه المخابرات في دول عربيه، ومنها دوله قطر، ومن هذا ومن الحته دي هيبدا الحوار مع سيادته. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك والاخوه العرب المشاهدين لينا في الارض العربيه من المحيط الى الخليج العربي. طيب سيادتك، نبتدي من قناة الجزيرة، باعتبار ان في الفترة اللي فاتت دي قناة الجزيرة واخدة موقف طبعا من يوم ما طلعت لغاية النهاردة، وكأنها معمولة عشاننا، فانت حضرتك عشت وشفت وكرتك، تكلمنا عن الموضوع ده. هو نقدر نأرخ وكلنا كعرب متابعين، واحنا بنكرر الكلام تاني عشان لو في حد من الإخوة العرب في اي دولة عربية بعيدة شوية عن الاحداث ما خدش باله طول الخمس سنين اللي فاتت ونص، نفكره دلوقتي او نلفت نظره الآتي. من يوم ما الشيخ حمد انقلب على والده بأوامر من حمد بن جاسم، كان وزير الشؤون البلدية مع الشيخ خليفة، خد هو ده عميل أساسا في جهاز المخابرات الأمريكية CIA، وكان بياخد مرتب، والكلام ده مثبت بمذكرة موجودة ومكتوبة بمعرفة الضباط اللي كنا مدربينهم، واتقدمت للشيخ حسن بن عبد الله آل ثاني رئيس جهاز المخابرات العامة القطرية في ذلك الوقت. بعد كده لما حمد بن جاسم هذا العميل الأمريكي الجاسوس على الأمة العربية بالكامل من داخل جامعة الدول العربية، أخذ أوامر من CIA اللي هي بترأسه وبتديره وبتشغله، قلت له بلغ حمد أنه يشيل أبوه عشان إحنا هنعمل قواعد عسكرية عندكم في قطر، والشيخ خليفة رافض. قال لهم صعب أوي، ما نقدرش. قال له يبقى هنشيل آل ثاني كلهم وهنولي اي قبيله اخرى، يبقى الثالث الآل. حصل هذا الكلام وبدا عصر الاحتلال الامريكي للارض القطريه من خلال انشاء قواعد بفلوس قطر، قواعد امريكيه بفلوس الشعب القطري. بدا بعد فتره بسيطه بدانا نسمع الاخبار بتاع انشاء تلك القناه اللي هي قناه الجزيره، وقناة دولية، وكلام كبير قوي لا يتلائم مع حجم المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ولا مجتمع الخليج كله، ولا الأمة العربية بالكامل، وعشان ايه تتعمل. لكن فوجئنا بقى بأن الأول وفد جاي يشتغل مبعوث من بره، وبيقال ان القناة ملك، قيل في ذلك الوقت انها ملك حمد بن جاسم الراجل بتاعهم اللي هو العميل بتاعهم تمام، اللي كان بياخد رشاوى وهو نائب وزير الشؤون البلدية بال 500 ريال، وصل الرقم ل 500 ريال سنه 87. ده معفن يعني، يعني بالظبط كده، يعني حاجه متدنيه لواحد من الاسره الحاكمه انه يقبل انه هو نائب وزير انه ياخد المبلغ التافه ده رشوه عشان يدي تصريح لانشاء البيوت للاهالي. وصلنا بعد كده، عشان انتقل بسرعه واركز في الموضوع بتاع الجزيره، اكتشفنا ان الوفد اللي جاي يشتغل الدفعه الاولى كلهم من تلامذة قناة البي بي سي في لندن، وتلك القناة والإذاعة اللي بتشغل جنبها بتعمل ملك في ملكية المخابرات البريطانية، والمخابرات البريطانية لها مدرسة خاصة في الإعلام اللي إزاي تقدم لسيادتك، مش الأكل، تقدم لسيادتك التورتة أو الجاتو أو الحاجات الحلوة أو حلاوة المولد بتاع السنة دي اللي الحمد لله ما شفناهاش، وده من عشان كلنا عندنا السكر الحمد لله، ده احنا نعمل بقى ايه، ده مرض الناس ربنا حماهم. لقينا الطقم ده كله جاي من البي بي سي، الله، علامة استفهام تانية، هي ملك حمد زي ما حمد بن جاسم فعلا
اتضح بعد كده ان حمد بن جاسم ده محطوط مجرد وجهه لتلك القناه اللي بتتكلم تتحدث باللغه العربيه الفصحى. لمين اللغه العربيه الفصحى؟ للهنود ولا لليابانيين ولا للاوروبيين؟ الوطن العربي، للوطن العربي. الله، ده في حاجه هنا بقى، قناه مسلطه الى كل العالم العربي. شويتين وبدانا نلاحظ ان مضمون البرامج موجه بشكل سام، جاتوهاي قطعه حلاوه جواها سم مهاري، والسم حتى باين على الوش بشكل فاحش وظاهر. ماشي، كل ده القناه داخله في متابعه، واحنا مهتمين في جهاز المخابرات العامه القطري احنا نتابع ايه القصه اللي بتحصل، ما احناش فاهمين حاجه، ما حدش عايز يقول لنا ايه الحقيقه، دي ملك مين؟ ليه القناه دي بتتعمل؟ حصل انت ساعتها كنت حضرتك هناك بتعمل بتاع بتعملهم من... احنا كنا مجموعه عمل، خدنا مرينا على قطر في طريقنا، وقمنا بواجبنا في اعاده في دراسه الموقف اللي كان قائم وقتها على الارض هناك في دايره اسمها دايره المخابرات العامه، كانت بتشتغل بالطريقه يعني بتاعه القرن الثالث قبل الميلاد وباسلوب ساذج بدائي وحاجه ضد المواطنين نفسهم، وبيعتمدوا على الناس اللي بتفتن والخباصين والما يعني حاجات ساذجه قوي ملهاش علاقه بكلمه المخابرات العامه. ولما جينا احنا نطور قلنا هنشغل بقى مخابرات عامه عشان يبقى في جزء خارجي، اتقال لا احنا ما لناش دعوه بالنشاط الخارجي، احنا خلوا النشاط بتاعنا داخلي. ماشي، فبدانا تاسيس العمل بتاعنا والتوظيف الموظفين اللي بيشتغلوا او الكوادر سواء ضباط او رتب اخرى بما يتلائم مع طبيعه هذا العمل، وبدانا نعمل خطه للتخلص من الاخوه اللي ما يقدروش يقروا ولا يكتبوا عشان يقدروا يحضروا معانا المحاضرات والتدريب النظري والعملي. وبالفعل تم نهوض كويس جدا وخلينا الجهاز يقدر يعمل كجهاز امن داخلي. ما طبعا كلمه مخابرات عامه برضه ما كانش ليها لزوم، لكن خلاص احنا ولي العهد كان اللي هو الشيخ حمد بن خليفه هو دي رغبته، واحنا بننفذ رغبه الامه العربيه في ان يبقى في امن يحمي هذه الارض ويبلغ الحاكم بان في مخططات بتدار ضد البلد دي ولا لا، عشان شرق الامه العربيه يفضل محمي. طيب نرجع للاذاعه او القناه بتاعت الجزيره. وضح بعد فترة بسيطة جدا ما كملتش سنة ان قناة الجزيرة مملوكة ملكية كاملة للمخابرات الغربية للسي اي اي، وان حمد بن جاسم ده مجرد مرمطون بيستخدموه في كل الاشكال، لان هما درسوه قبل ما يجندوه، درسوه وعرفوا نقاط الضعف الكتيرة جدا والمشينة اللي تخليه انسان عينه مكسورة وضعيف. وكده نكتفي وما نكملش كلام اكتر من كده في النقطة دي، إنما هو كان لعبة لينة في إيديهم، وكان يملك من الشر والكراهية والحقد والغيرة ما يجعله شيطان ضد أهله وإخواته ودينه وأمته. وبالفعل فضل يمارس ضغوط وينقل إرادة المخابرات الغربية إلى الشيخ حمد، لحد ما خلى الشيخ حمد شعر بأن هو خيال مآتة، يعني أمير بلا قدرة على اتخاذ القرار، إنما بيتلقى القرار من حمد بن جاسم وبعد كده هو بيقوله عشان ياخد الشكل الطبيعي. ولما لقى نفسه في حالة مزرية في وسط الحكام العرب وغير العرب تظاهر بأنه مريض، وفي لحظة معينة من غير إعلان راح قالب الحكم واستقال وعين ابنه تميم. لما عين تميم كان الهدف الرئيسي لحمد بن خليفة الأمير ولتميم ابنه أن حمد بن جاسم يطلع بره منظومة الحكم، ونجح تميم عن طريق المفاجأة اللي حصلت أنهم يتخلصوا من حمد بن جاسم ويتشكل وزارة من بالليل. وصحي حمد بن جاسم الصبح لقى نفسه خارج التشكيل الوزاري اللي منشور في الصحف، وأنه هو خارج ملوش مكان، كان في مكتبه عرف هذه الأخبار من المساعدين بتوعه، راح واخد اوراق الوزاره كلها ورئيس الوزراء قال لهم لموا اوراقه، راح واخدهم على احد الدواوين بتاعته وعملها مقر الحكومه الجديد. بقى في حكومتين في دوله واحده، ده في بدايه حكم تميم. ولكن بالصبر وبتدخل من آل ثاني بقيه العيال الحاكمه في عقلاء اظنهم لحد هذه اللحظه، من ضمنهم حمد بن عبد الله آل ثاني في قريه ام صلال، كان وزير الدفاع ايام كنت انا هناك، وكان راجل شديد وقوي
ويقدر يخشي اي واحد ماشي اعوج. لكن ما اعرفش هو ساكت ليه. الشيخ حسن اخوه ما بيتكلمش، قليل الكلام. لكن حمد ما هوش قليل الكلام، وحمد ما هوش سهل. حمد يقدر يرجع تميم عن هذا الغي اللي هو بيعمله. الخلاصة نرجع لقناة الجزيرة. قناة الجزيرة خارج سيطرة أمير قطر فعلا. هو أمير على نفسه مش على الدولة، لأن الدولة ضاعت من سنة 95، فلسطين ضاعت سنة 48 وبقى اسمها إسرائيل. قطر ضاعت سنة 95 وبقى اسمها القاعدة العسكرية الأمريكية المقامة على ما كان يسمى بدولة قطر. وبالتالي أنا كواحد في الأمة العربية، كمواطن عربي، أنا مش شايف أي حاجة تقنعني بأن هذه القاعدة العسكرية تبقى عضو في جامعة الدول العربية، وأن أي موظف يجي منها يشتغل وزير خارجية أو رئيس وزراء ويقعد لي وسط اجتماعات الحكام العرب ويطلع مبكرا على القرارات حتى وإن تسربت بعد شهر. لكن ده بوجود مندوب لقطر هتتسرب في نفس اليوم وفي نفس اللحظة. طب ليه؟ اللي جبرنا على وجود جاسوس احنا عارفينه؟ ما احنا شايفين تدخلاتهم. القناة دي اشتغلت ضد مين؟ ما على هي في النهاية انا ماليش اني اكلم القائد الامريكي على القاعدة، اتكلم على حاكم قطر او اقول له خليك امير، يعني راجل، يعني قوي، يعني ممكن تقاتل في سبيل ان ليك سلطتك على كامل التراب القطري وعلى القاعدة الامريكية، القاعدة الامريكية اللي عندك. لكن الواقع اللي احنا عارفينه لحد هذه اللحظة، ونرجو ان يخيب ظننا تمام ان هو ملهوش سلطة على جندي امريكي، لكن من سلطة اي جندي امريكي انه يقول له يا فضيلة الامير حمد انت فضيلة القرضاوي او الارداوي بتاعك دوت اللي افسد عقول القطريين، تركبوا الطيارتين اللي في المطار وما يبقاش فيه ليكوا ريحة قال ثاني تبقى برا قطر، ويركبهم الطيارة غصب عنهم ولا يملكوا انهم يقولوا لا، وإلا البندقية الامريكي هتكون موجهة لصدر تميم ومن يتصدى من آل ثاني للدفاع عن تميم. إذن القناة لا سيطرة لأحد عليها في داخل قطر. بس نشوف بقى إزاي بقى شغلت القناة دي. شغلت بخطة جميلة، خطة إعلامية جميلة. تدرجت الأول بيعلموا الشعوب العربية الحرية. جميل، لفظ شعار جميل. حرية إيه؟ ما احنا عارفين الأول إن حريتي تنتهي عند حرية سيادتك. يعني احنا عارفين دلوقتي في الجلسة دي مدير الجلسة مش أنا، هو سيادتك. وبالتالي مجرد ما سيادتك بتشير ليا أو بتبدأ تتكلم أنا لازم أصمت عشان يبقى فيه إدارة صح للحلقة أو تطلع بشكل مظبوط تمام تحقق هدفها. وبالتالي احنا شايفين دلوقتي إن احنا لابد إن احنا نتخلص من تلك القاعدة العسكرية اللي موجودة في جامعة الدول العربية، ويجب أن يكون ده قرار من الشعوب العربية، ونرجو أن نجمع آراء الشعوب العربية من خلال الإنترنت والتواصل الاجتماعي اللي بدل ما نستخدمه يبقى ده موضوع يعني بدل ما نستخدمه في حاجات تانية نبدي آراءنا لعل الحكام بتوعنا في كافة الأقطار العربية. يعني اقتراح يتحط على الفيسبوك ويتحط ده ويبقى استفتاء عربي. يرى انكم ان احنا كشعوب عربية اي واحد موافق على ان احنا ننهي ولود القاعدة الأمريكية في دولة قطر، ان احنا عايزين نحرر قطر من ده، يقول اسمه بالظبط ونشوف ده. الحاجة التانية كيف ضاعت ليبيا بداية الربيع العربي؟ ده غير التمهيد بقى بتاع الحرية، ثم ازاي نعمل منظومة الديمقراطية، ثم هي الديمقراطية في ألمانيا زي الديمقراطية في أمريكا؟ لا. زي الديمقراطية في الصين؟ لا. زي الديمقراطية في روسيا؟ لا. في اختلافات نتيجة ان ثقافات الشعوب بتختلف، لكن هم عايزين يفرضوا علينا شيء بيلخمونا بيه. هم حاولوا يخلونا يخلقوا فاصل بين الشعوب وبين الحكام، وفي نفس الوقت الحكام عطوا الفرصة لتلك المؤامرة نتيجة التقصير والإهمال الفادح واللي كان موجود عندنا على أرض مصر. دولة بلا رئيس بيلعبوا بيها شوية عيال قاعدين فوق في السلطة وبيحققوا مكاسب لنفسهم وغنائم ضخمة جدا وبيقننوها لدرجة النهاردة مش عارفين نحاسبهم على حاجة من اللي سرقوها لأن أوضاعهم قانونية، لأن هم كانوا مالكين الدولة ففعلوا بها ما شاءوا. وبالتالي والشعوب كانت مدركة ودريانة، وبالتالي مجرد ما تم اسقاط، هرجع بقى لاسلوب الاسقاط، اسقطوا الجيش الليبي وخلوه يضرب في بعضيه ثم سقطت الدوله. ضربوا الجيش التونسي في بعضيه
وهرب رئيس الجمهوريه. قبلها فكوا الجيش العراقي فوقعت العراق، فكوا يا حول الله ده ما عملوش كده، دخلوا احتلال زي ما عملوا في افغانستان، دخلوا في العراق يدمروها على اساس انها كانت سند عظيم واقتصاد عظيم يساند الامه العربيه في ارادتها ضد اي قوى اقليميه. دمروا هذه الدوله ومحوها، واللي رجعها العراق العربيه مره تانية او العراق بس الله وحده وليس البشر، لان اكبر من طاقه اي انسان انه يعيد العراق. ثم سوريا، ايه اللي حصل في سوريا؟ سوريا الجميله اللي عاصمتها دمشق، ليه نعمل فيها كده؟ الا اذا كنا مجانين فاقدين العقل او متآمرين. ها؟ ايه اللي حصل؟ ما انا عايز الرئيس الفلاني. ما احنا شفنا ان في اي انتخابات في امريكا، في اي حته في اوروبا، اللي عايز يلعب في الانتخابات بيلعب. في ناس بتبيع اصواتها، معانا فلوس نشتري الاصوات. مش احنا معانا فلوس؟ طب ما نشتري الاصوات، لكن ما دخلش السلاح، ما خليش الشعب السوري يقتل بعضيه، ولا اي شعب يقتل بعضيه، ولا اليمني، تمام؟ لا 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 لا، في مؤامره كبرى واضحه للعيان، والكلام ده احنا مش بنستنتجه من نفسنا، ده امريكا اعترفت بيه، والامريكان رئيس الجمهوريه المنتخب الحالي دونالد، هي اللي عملوه كلينتون، وهيلاري كلينتون قالت، والبنت اللي اسمها ايه الوحشه دي اسمها كونداليزا رايس، كونداليزا رايس كنت عايز اخطبها بس ابويا قال لي لا، قال لي يا ابني كده دي تسد نفسك عن الدنيا. فالمهم لازم حاجه نخفف بيها عن الساده المشاهدين الهم اللي لخص هم عشناه على مدى 5 سنين ونص من اول تونس والجاي لحد سوريا والعراق. طيب ماشي، النهارده وضحت ان هذه القناه قناه فاسده. اخر الحاجات اللي فضحتهم قوي كانت فضيحه قناه الجزيره، الفيلم الساذج اللي عملوه، مش فيلم، المهزله اللي سموها فيلم، وكل شويه لما عرضوه الاول في الاشارات بتسموها البرومو، البرومو الاول في قبلها بثلاث اربع ايام، وعندنا لجنه في الحزب، حزب الامل والعمل، فيها فنانين، ناس اخصائيين بتوع مونتاج والى اخره، وقعدوا شافوا البروموهات دي وسجلوها وجمعوها. ما كانش فيه اي برومو فيه اليافطه اللي مكتوب لقطات ارشيفيه او لقطات تمثيليه. قبل ما تتذاع الحلقه بنص ساعه جه المذيع طلع على الهوا ومعاه واحد ضيف مستاجر كويس من اللي بيأجروا نفسهم، رجاله من غير شنبه، تمام؟ من غير شنبه حقيقيه، مش شنب على وشه، من غير شنب في كرامته، تمام؟ وبيأجروا نفسهم للي يدفع، وبيعتبروا نفسهم بني ادمين، دول مجرد خونه، والخائن عقوبته في القانون الاعدام، وخصوصا في وقت الحرب، والحرب موجوده والمتفجرات بتحصل، نحن الان في حاله حرب، وحاله الحرب تحتم تطبيق عقوبه الاعدام على كل من يخون وطنه. نشوف مين اللي بيخونوا وطنهم في العالم في الاعلام؟ السوريين والمصريين بس. ليه؟ ليه كده المصريين والسوريين يبيعوا نفسهم ويأجروا نفسهم ويجيبوا شويه اجراء جزائريين، شويه قله، مش الشعب الجزائري ولا اي مواطن جزائري، قله من المطرودين من الجزائر او بره الجزائر، برضه بيأجروهم جزائريين وتوانسه وفلسطينيين. طب يا فلسطيني ما تروح تشتم الاسرائيليين اللي خدوا بلدك، ما تروح تحارب في بلدك. خلينا ده عمل ايه بقى في الفيلم لما جابوه؟ الفيلم لما جاء، فالمهم جايب ضيف واستدعى، عملوا اتصال تليفوني مع واحد من هنا من القاهرة إعلامي، وبيحاولوا يخففوا الصدمة بتاعت الفيلم. ويعني ايه المذيع بيقول، ويعني ايه هو بيرتعش، صوته مهزوز، الكلام ده طبعا هو مسجل عندهم، يقدروا يعرضوا لو رجالة محترمين او عندهم كرامة يعرضوا اللقطة بتاع المذيع ده في النص ساعة اللي قبل إذاعة الفيلم. المذيع ضايع متوتر، عارف انه الفيلم مقلوب عليه الدنيا، وبيصعبان عليه ازاي وسائل الاعلام والشعب المصري سائر على وسائل الاتصال الاجتماعي ضد الفيلم بتاع العسكر او العساكر. لا ده انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ المهم بعد التمهيد ده كله انا تخيلت ان في توجيهات جت بمنع الفيلم او بحاجه تانية، نزل الفيلم بقى ملطعين على كل شويه، كل فيلم او كل لقطه ستيكر كده فوق بيقول لقطات ارشيفيه ما كانتش موجوده في البروموهات، اللي هي عشان كلمه برومو تبقى معروفه للمشاهدين، اللي هو الاشاره للفيلم، حته صغيره. الفيلم بعد كده مفترق، اللبس اللي لابسينه الممثلين يختلف في حاجات طفيفه، في نوعيه القماش
وبالتالي شدة المكوى بتاعته عن اللبس بتاع الجيش المصري. الطاقية نفس الكلام، الجزمة غير جزمة الحذاء، الصناعة المصرية، الحذاء بتاعنا صناعة مصرية مش مستورد زي اللي عندهم، هم بيستوردوا كل حاجة. الفيلم خلفياته كلها على شواطئ الدوحة أو قطر، لأن شواطئ قطر البحر فيها نايم خالص، ما فيهوش أمواج، بعكس البحار اللي حوالين مصر كلها مليانة أمواج متفاوتة من الصغر إلى الكبر، لكن تبقى في موز، تبقى سجادة، ما تبقاش زيت كده، زيت لا، دي في قطر. ثم شيء كمان، الفيلم مملوء بقلة الأدب، انه يسيب، هو قصقص كتير جدا من الفيلم الاصلي ما جاش، اللي كان بيت في البرموهات ما طلعتش، قصقصوها وخافوا يعرضوها، لان دي هتكشفهم علنا ان دول بيحاربوا مصر، بيحاربوا، ما هم بيحاربوا جيش مصر. انت عايز ايه؟ انت بتحارب شرفي؟ ده شرفي، ده ابني، ده ابويا، ده اخويا، ده انا، ها؟ ده احنا من 25 سنه الفت انا كتاب عن مين؟ عن الجندي المصري، عن الجندي المصري، مش عن حد تاني، مش عن الضباط المصريين الابطال. عرفنا كل واحد اسمه ايه ووظيفته ايه وتسليحه ايه وبلده وقريته ايه. قلنا حسني محمد رشاد من بورسعيد عمل كذا وكذا وتسليحه كذا، محمد عبد جلال، جمعه مصطفى محمد. انا حابب النقطه دي مع سيادتك، تمام، تبارك يعني راجل من ضباط الصعقه والكلام ده كله، عشان هم ناس متخلفين عقليا، ما يعرفش يعني القوات الخاصه اللي اصعب حاجه، واللي هم بيعملوا المهمات الصعبه والكلام ده كله. هو جاي بقى لم تكن هنالك النهارده الانخراط ده، انت اي كتيبه هيبقى في عدد من الضباط، مش هقول يعني عدد، انما بالنسبه لعدد الجنود بالصف قليل، انما تعالى شوف بقى الحياه، شوف المقاتل ده وحياته، شوف بقى ما فيش حاجه اسمها ضابط ولندي وبتاع، لان كلهم زي ما بيقول انت فرقه الصعقه عندك لما يبقى فيها ضباط مش متشالك كتفات يا فندم، اهو الصوره اهي، انا اللي عليا الدايره، وادي الجنود المجندين جنود مصر، كله لبس واحد. خلي ايدك عشان بيصور. فانا هو ده يعني انا اللي انا عايز اقوله، ما هم مش فاهمين ده، وعلى فكره انا مش عايز ان انخرط نرد على ده، والا احنا هنبقى وقعنا في خطا جسيم جدا. ان انا ارد على كلام اهبل لما اخذ تاني تاني باش انا واربع جنود معايا اسمائهم مكتوبه عشان ما تتنسيش للتاريخ، كل واحد اسمه مكتوب في ايه، من ضمنهم الهلوتي اللي هو من العيله بتاعه الفسيخ، بس انا اعتقد انه هو هاجر من 40 سنه وغيره. لا هو 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 العمليات، الكمائن اللي كانت بتتعمل عمليات الاغاره وحرب الاستنزاف كلها يا فندم، كانت اي مجموعه بتطلع فيها ضابط، ولما المجموعه دي بقى اصغر حاجه في 8 او 9 موجودين صف وجنود. ان لم يكن الكلام، ان لم يكن الثقافه العسكريه، وان لم يكن التلاحم اللي موجود ده بصوره ما، الناس دي هتروح مش هترجع، الناس دي بتخرب في حاجه. سيبنا احنا مش عندي اصلا، هندافع على النقطه او هنتكلم بتضيع وقت، انما اللي انا عايز اوصل له، وكفايه الشعب المصري يعني، هم مش كانوا رايحين المفروض الكلام ده بيهيلوا بيه الشعب المصري، او اداهم على قفاهم لمؤاخذه يعني. لكن اخر امل يا ابراهيم بيه للمخابرات الامريكيه والغربيه لتحطيم مصر، هم لقوا ان ترامب خلاص هيحكم، ترامب بيحمل افكار جديده خالص، اكيد هيأثر على السياسات الامريكيه، الوقت بيخلص، زي الثواني ما بتخلص دلوقتي معانا، هم الوقت قدام الاجهزه المخططين للسياسه الامريكيه اللي صرفوا عليها مليارات الدولارات و25 سنه عشان يحطموا العالم العربي والاسلامي، تمهيدا لمخططات تاليه بعد كده، بعد ما يبقى العالم العربي ده السجاده بتاعتهم. قال لك مفيش حل، الشعب احنا فشلنا مع الشعب، جربنا كل حاجه، بوظنا الاقتصاد والجنيه، طب الحل بقى ايه؟ ندمر البلد من اقوى حاجه فيها، الجيش اللي حمي البلد وخلاها نتهزم منها، اتهزمنا في الاول لما البلد ما تحولتش للفوضى بفضل المشير طنطاوي وجيشه، اتهزمنا في المره الثانيه بفضل الشعب المصري لما الجيش المصري طلع ايده. تمام، الله، الجيش ده بقى نشوف له حل، نخش نكسره. مخابرات صدرت، المخابرات الغربيه اصدرت اوامرها لرجالتها في تركيا، شغلوا الجماعه بتوع الجزيره بفلوس امير الخزنه القطريه، تمام، السفيه، وهوب راحت شغاله العمليه على هذا الاساس ان هم يعملوا الفيلم. طبعا المصريين ضحكوا على الفيلم يعني سخروا، وكانت احدى المهازل اللي احنا تعودنا عليها. بس عايز اقول حاجه تحزن الامه العربيه برضه،
وتخلينا نطلع ونقول بره يا قطر يسقط وجود قطر في جامعة الدول العربية. ده الكلمة الوحيدة اللي رددها لحد ما تطلع بره الجامعة. احنا في حرب 73، من 67 ل 73 كنا بنتحارب اعلاميا باربع اذاعات، لندن اولهم، البي بي سي، اسرائيل، وصوت اسرائيل، وصوت امريكا، وبتاعت فرنسا مونت كارلو، صوت مونت كارلو في الراديو ترانزستور الصغير. اربع اذاعات فقط لا غير، بيحاربونا بذكاء النشره كان وبأدب. انما ما كانش في واحد يقدر ينحط ويقول الرئيس جمال عبد الناصر اخضر او احمر او ازرق، او الشعب المصري كذا او كذا، او الشعب العربي في ليبيا كذا او كذا. لا، النهارده الفلوس بتاعه تلك القاعده العسكريه التي القائمه على ارض قطر تستخدم في تمويل 14 قناه ضد مصر. ايه الموضوع؟ ايه مصر دي؟ احنا عظماء للدرجه دي؟ ده واضح ان احنا اعظم مما نشعر، اعظم مما نعرف. النهارده انا قاعد في عمارة عالية على النيل وبتفرج على القاهرة قبل ما اجيلكم. عظمة يا مصر، العربيات والناس رايحة لشغلها وجاية من شغلها. دولة بتتحرك للحياة، دولة بتصنع الحياة مرة جديدة بعد ما عصابات الإخوان القطرية وغير القطرية حاولوا يموتونا، حاولوا يبيعوا أرضنا لجزء من الشعب الفلسطيني تخاذل عن أن يقاتل عدوه الأصلي وجاء ليقاتلنا إحنا. طيب على أي حال، يعني أنا بعتقد أن أسوأ نهاية، أنا بعتقد هي دي النهاية لقناة الجزيرة والقطر ولآل ثاني. وآل ثاني طالما هم صامتين. يعني ليه هم أسوأ نهاية؟ ليه؟ لأن هم حاولوا أن هم يلعبوا بالكارت الأخراني، فالحقيقة هو لعبوا بالنار فحرقتهم. لأن الشعب المصري كعادته، ده شعب ملوش كتالوج يا فندم، وما حدش يقدر الشيفره بتاعته يعرفها وبيعمل. الشعب المصري المتفق والمختلف اتفقوا، ما نادي على ابني بس اكره اللي يقول امين. هتيجي تقول لي انا ممكن ابقى انا مش عارف ايه ومتضايق اصل مش لاقي سكر مش لاقي حاجه، انما هتيجي تقرب من ريشي من بلدي هقطع رقبتك. استاذ ابراهيم بص للصوره اللي ورا ساعتك دي، بص للصوره اللي ورا ساعتك جميله، وانت فيها كنت زي القمر وما كانش فيه صلعه ولا حاجه، كنت شاب وسيم والنجوم كده والبدله الميري وبصه الشقاوه اللي فيها. الجيش المصري اللي بيستخدم او بيتبع نظام التجنيد للخدمه الوطنيه هو احد 24 دوله كبرى في العالم او دوله ليها قيمتها في العالم. هو نظام التجنيد دوت وفر لمصر القدره ان يبقى عندها جنود عظماء، مهندس بكالوريوس هندسه او ماجستير او دكتوراه في الهندسه او الكيمياء او الفيزياء، وقاعد على ايه؟ قاعد على دبابه، قاعد طقم الدبابه خريجين جامعه، ده حقوق وده محاسبه وده طب بيطري او ما شابه، او اداب في تخصص فلسفه، طقم الصواريخ اللي بيدير قاعده الصواريخ كلهم خريجين جامعه، الضباط الاحتياط اللي هم قد الضباط العاملين ثلاث مرات، ها؟ ده دعم خريجين جامعات كلهم. احنا جيشنا جيش نفخر به وهو الله. جيش للأمة العربية، لأنه أكتر من احتياج مصر والأمة العربية. أنا بتقدم بشكر يمثلني ويمثل زملائي اللي حاربوا في 73 بدعم عربي وبأجهزة رؤية ليلية من جلالة الملك فيصل الله يرحمه، لولاها لكان كل جنودي وأنا تعرضنا لأخطار خطيرة. أجهزة رؤية ليلية حديثة كانت لسه اختراع جديد وكان ممنوع تتباع لمصر. أخيرا الدعم الجديد اللي جالنا يجعلنا نفخر بأننا جزء من الأمة العربية، وأن الأمة العربية استطاعت الآن أن تردع قوى إقليمية كثيرة عن أن تنظر إلى مصر أو إلى العالم العربي. سيادة اللواء محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، أحد مؤسسي المخابرات القطرية، أحد الجنود المجهولين للمخابرات المصرية، واحد من ضباط الصاعقة المصرية. بشكر حضرتك جدا، ونلتقي تاني ان شاء الله. شكرا سيادة اللواء محمود. شكرا لسعادتك.